حسناً، حان وقت تحريك الساقين وضخ الدم للجسم. ممتاز يا بنات، لنواصل تحريك أجسامنا. أمامنا نصف ساعة، ألا ترغبين في الحصول على جسم الأحلام؟ أوف، أنا مراقة. أنا لاحظ أني توقفت. للي، أنت تعرفين أن العلكة ممنوعة. يبدو أني كنت مخطئة. يمكنك استعادتها لاحقاً، والآن سنشد منطقة الخصر. يجب أن أسرع هذه المرة. من الجيد أن معي كمية إضافية. هذا التمرين فعال. وها هي الفقاعة القادمة. إنها كرة التمرن، انظر. أظن أنك ألهمتني بفكرة. أحسنت يا لالي. وواحد، اثنان، ثلاثة، مرحة. هذه المقاطع مضحكة. مرحبا، كيف الحال؟ هوي يا للهول، سكبت قهوتي. المعذرة، أحتاج بعض المساعدة. هل يمكنك تنظيف هذه البقعة من فضلك؟ تنظيفها أنا؟ حسناً، سأمسحها بحذائي. هذا سيفي بالغرض. أظن أن مهمتي انتهت هنا. حقاً؟ من دخل الغرفة؟ إنها صديقتي. أجل، هذه أنا. وانظري ماذا أحضرت معي. أبعدي هذه الممسحة عن وجهي. لن أضع ممسحة على وجهك. انظري، إنها حلوة. واو، هذا مذهل. كم أنت ذكية. إنها لذيذة. أوه، ظهري، كل جسمي يؤلمني. كيف أستطيع مساعدتك؟ أنا هنا لزيارة صديقتي. أوه، الحمل الشاق. أوه، أنت حامل. ظننتك سمينة. أجل، أنا في شهري الأخير. هل يمكنني سمع الجنين؟ يا للهول، يبدو أنه يتمرن في بطنك. نعم، على العموم يجب أن أذهب. أوه طبعاً، من أنت؟ أهلاً، سعدت برؤيتك. هذا أنا، لكنني متنكر. فهمت، لدي مفاجأة لك. انظري. مستحيل، هذا رائع. انتظري، هناك المزيد. يا طفلي الصغير. ما الذي يجري هناك؟ بسرعة، تصرف بعفوية. هناك شيء مريب. ماذا يحدث؟ إنه، أعني، إنها في المخاض. الجنين قادم؟ لا تقلقي، سأساعدك. أنا ممرضة معتمدة. لنبدأ العمل. لم أتوقع حدوث هذا. حسناً، تنفسي بعمق. هكذا. كيف سأتصرف؟ لا تنظر إلي، تظهر بأنك تلد. حسناً. أوه، أظن أن الجنين قادم. يمكنني رؤيته. ظننت أني رأيت طفل. إنها بنت، أسميتها كاندي. سأذهب الآن. وداعاً. وداعاً يا كاندي، ما أجمل اسمك. توقف، الأكل ممنوع. أنا متحمسة لأكلها. يا للمصيبة، سيصادرها مني. هل يمكن لهاتين الفتاتين مساعدتي؟ يمكن لهذا الشيء مساعدتي بالتأكيد. خطرت لي فكرة. أمسكتك. دعني أشرح لك موقفي، إنها ليست لي. سأستعيره للحظة. يبدو مثل لوح مكياج عادي، صحيح؟ لن يدوم هذا طويلاً. استخدم مشرطاً لإخراج قطع المكياج. بعد إخراجها كلها، استبدلها بالحلويات. أزل الغلاف وهرسها. أصبح حجمها مثالياً الآن. انظر إلى كل هذه الحلويات اللذيذة. يا لجمالها. ليس لدي أي شيء. توقفي، ما هذا؟ مجرد مكياج. بكل سلاسة وسهولة. كيف الحال يا رفاق؟ من يريد حلوى؟ على رأسكم، البقية لي. أحضرت حلوانا المفضلة. لحسن حظي أني جارتك في الصف.
يجب أن أخرج أغراضي. أمل ألا تكون الحصة مملة. أحتاج لبعض السكر للتركيز. شكراً يا فتاة. فتح الغلاف صعب. هيا، كما لو أن عليها قفل. وبعد أن تفككت القارة، ماذا؟ طلبة في قمة الاستهتار. يا إلهي، تصرفي بعفوية، تظهري بالإصغاء. ما الذي يحدث هنا؟ حلوة ها؟ لا يمكنها مصادرتها. أقسم أن قلبي توقف. أين كنت؟ الكبار ظالمون. يبدو مرطب الشفاه هذا مثل حلواي، نفس الحجم. دعيني أرى. أولاً سأفتح مرطب الشفاه، ثم سأستخدم ملعقتان لإخراج المرطب. حالما تصبح العلبة فارغة، سأضع الحلوى مكان المرطب. مخفية تماماً، أترين؟ لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة مسبقاً؟ واو، فكرة عبقرية. طعمها طيب، أنقذت يومي يا صديقتي. كما كنت أقول، وقت الفسحة. يا لعام المنافقة. توقف عندك، الطعام والشراب ممنوعان في هذه الحفلة. أو كلا، لقد رفض إدخال هذا الرجل بسبب الطعام. لكن ماذا سأفعل بشأن الحلوى خاصتي؟ سأكلها الآن فحسب. لذيذة جدا، يمكنني إخفاء بعضا منها على الأكمام وفي الجورب. حسنا، ينبغي أن ينجح هذا. دعيني أرى، هل لديك أي أطعمة أو مشروبات؟ هل تمازحيني بهذا؟ يمكنني رؤية الحلوى. حلوى؟ هذا جزء من زيي. هيا ارحلي من هنا. لماذا لم يصدقني؟ أهلا، اللحظة، ربما يمكن لتوقي الأزهار أن يساعدني. حسناً، سأبدأ بقطعه هنا هكذا. والآن يمكنني أن أبدأ بتفكيكه. وداعاً أيتها الأزهار، ها نحن ذا، هذه آخر واحدة. والآن لدي هذا الخيط للطوق، سأفرده ليكون طويلاً ومستقيماً. والآن بالطبع حان الوقت لشرائط الحلوى، سأصفها على الخيط هكذا. أجل، والآن يمكنني تكرار هذا على الخيط بأكمله. انظروا إلى كل تلك الحلوى اللذيذة. حان الوقت لثني الأطراف إلى الأسفل. أحتاج إلى أن تكون في شكل شرائط نوعا ما معلقة في الخيط. حسناً، لنضيف المزيد من الحلوى. الحلوى هي الأفضل. ثم علي وضع الأزهار مجدداً بالطبع كي يعتقد أنه طوق أزهار، وهي جميلة أيضاً. حسناً، أظن أن هذا يبدو جيداً. دعوني أتفقده. أجل، لقد تحول إلى تنورة لطيفة جداً. أنا ذكية جداً. مرحباً، هل يمكنني الدخول إلى الحفلة الآن؟ أنت الفتاة التي جاءت من قبل. دعيني ألقي نظرة عن كذب. حسناً، تبدين جيدة، ولكن أولاً رقصة الليمبو. انزلي من أسفلها، يمكنك فعلها. مرحا، كان ذلك ممتعاً. كان ذلك صعباً للغاية. أحتاج بعض الحلوى لأعيد رفع طاقتي. إنه لا يدري تماماً. لذيذة، والآن لدي طاقة لأحتفل طوال الليل. حفلة حفلة حفلة. هل أنتما جائعان؟ تحتاجان للتغذية. حقاً؟ لا يمكنني حمل طبقي. لن يصدق كيفن هذا. طعام المستشفى. من المرسل؟ إنها نينا. ماذا؟ أنا قادم. لحظة لحظة لحظة، ألا ترى اللافتة؟ محاولة فاشلة. طيب، أوف، يجب أن أوصل هذا الأكل لنينا. وخطرت لي فكرة، لن تراني إن تسللت بهذا الشكل. هل تظن أني غبية أيها الفتى؟ حاولت على الأقل. فعلا يجب أن أتقمص الدورة. أشعر بأني أتنكر للهالوين. آمل أن تكون هذه الحاوية نظيفة. يبدو أنه مقاسي. هلا أبدو كممرضة جميلة؟ يا أنسة، يجب أن أوصل القلب لزراعة بسرعة. توصيل خاص. لا أحتاج إلى زراعة أي أعضاء.
مرحبا، هذا أنا. هل تعرفت علي الآن؟ كيفن، لم تكن مهمة سهلة، لكني أحضرت لك بعض الأكل. إنها محظوظة بهذا الصديق، هذا أفضل بكثير من أكل المستشفى. هل تحب الشوكولاتة؟ كلا، حسناً سأكلها أنا، لكني أحب الشوكولاتة. أخيراً أصبحت لوحدي، يجب ألا أنساه. أوشك على النفاذ، سأطلب المزيد. مرحباً، أحتاج طلبية خاصة من ورق التواليت في زنزانة الرابعة. فهمت، لا مشكلة، أنا قادمة. سأجذب انتباهه الآن. تسديدة مثالية. لفة ورق تواليت فارغة. أنا في ورطة، أحتاج ورق تواليت. أوه، هذا مقزز. يا عاملة، نحتاج ورقة تواليت للزنزانة الرابعة بسرعة، الرائحة تصرع. من طلب ورقة تواليت؟ أمسكيه. شكرا جزيلا. هذا أحلى ورق تواليت على الإطلاق. سأتناول المزيد. لحظة، هو كان علي الامتناع عن أكل الكاري الحار. أو لا، أريد المزيد. النجدة، خذي هذه اللفة. شكراً، أنقذت حياتي. أوف، كنت أفوت الرحلة. انقطع نفسي، أحتاج إلى شراب. هل يشرب الصودا؟ من يظن نفسه؟ لو سمحت، المشروبات ممنوعة على متن الطائرة. آسف، سأشربها كلها هنا. ما الذي تكتبه هذه المسنة؟ لو سمحت، هذه مساحتي الشخصية، أحتاج لتعقيم نفسي الآن. احتفظ بجراثيمك لنفسك. ألهمني هذا المعقم بفكرة رائعة. سأحضر بخاخاً بحجم صغير، سأسكب الصودا الشفافة فيه. المهم ألا أسكب الشراب. ممتاز، إنها شفافة ولا تبدو مثل صودا، خاصة بعد أن أضيف هذا الملصق. حسناً، أنا جاهز لصعود الطائرة. آسف على ما حدث، أنا مستعد الآن. تفضلي تذكرتي وجواز سفري. مهلاً، ما هذا الشيء في جيبك؟ أوه، هذا؟ إنه معقم لليدين. التعقيم مهم جداً كما تعلمين. حسناً، يبدو كل شيء جيداً. أو لا، التصق جواز السفر بيدي الدبقة. يجب ألا يراني أي أحد. أوف، صعدت الطائرة، سأزيله من يدي. حان وقت رشة من الصودا. كرروا معي. شهيق عميق وزفير. ضموا اليدين معاً وانحنوا للأمام. ومرة أخرى. هو. ها؟ مرة أخرى. هذا محرج، لا أصدق أني تأخرت. أوه، كان ذلك وشيكاً. اعترضت طريقي ثانية. هذا الطريق سالك. ماذا الصوت؟ سأفرش بساطي هنا وسأكون جاهزة. لكن ما الأهم؟ وجباتي الخفيفة. هذا الجانب الخطأ. أمد ذراعي. ها؟ ضم اليدين. متى وصلت هنا؟ لا أصدق أنها لم تنتبه. إنها فرصتي. سأخذ حلوى بما أني هنا. بسرعة، لقمة على السريع. أوه. والآن مد الذراعين. يا للهول، أنا جائعة للغاية، لكنني عالقة في غرفة العقاب الغبية. من الغباء التأخر والمعاقبة على ذلك. حسناً، طفح الكيل، علي تناول شيء الآن. لدي عبوة من البسكويت، لابد من وجود شيء أكله داخلها. الفتاة جيدة بما يكفي. هيا الآن ادخلي إلى فمي. هل هذا كل ما فيه فحسب؟ تباً، لابد من وجود شيء آخر أكله كوجبة خفيفة. أجل، كنت أعلم.
كان لدي قطعة حلوى عالقة بالخلف. أوه أجل، هذا ما احتجت إليه تماما. حسناً، كان ذلك جيداً، لكني ما زلت جائعة. سيدي مرحباً، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ كلا إطلاقاً، أنت هنا للعقاب. لكنني عقبت، انظر كم صف كتبت. غير كاف، واصل الكتابة. لا أصدق أنه يجلس هناك ويشاهدني فحسب. أوه لقد تشتت انتباهه. إنها فرصتي الآن لعمل مكالمة سريعة. ديفيد، أنا عالقة في غرفة العقاب وأتضور جوعاً، أحتاج إلى مساعدتك. حقاً؟ هل تودين مني فعل شيء ما؟ ها؟ حان الوقت لتهريب بعض الوجبات الخفيفة. حسناً لنرى، هو المعلم يجلس على مكتبه. يا إلهي مستحيل، إنه ديفيد. أنت، أنا هنا. مرحباً ماديسون، لدي ما تحتاجين إليه. لدي لوح التزلج هذا. حان الوقت لإخفاء بعض الوجبات الخفيفة علي. كل ما علي فعله هو إضافة بعض الشريط اللاصق لهذه الأكياس ولصقها باللوح، ثم سأضيف إليه كل تلك الحلوى اللذيذة. والآن يمكنني توصيل هذا إلى ماديسون كي لا تجوع. أنا عبقري. حسناً، علي وضع هذا أرضاً وإرساله إليها. يا للهول، إنه يرسل إلي لوحة تزلجه. أمسكت به. لنرى الآن ما أرسل إلي. أجل، لقد أوفى بوعده. انظروا إلى كل هذه الوجبات الخفيفة المذهلة. يا إلهي، رائحتها جيدة جداً. أجل، لم يلاحظ حتى. استعداد تصويب. وأخطأت الهدف مرة أخرى. أحدد الهدف. هل هناك مشكلة في هذه اللوحة؟ ماذا الآن؟ حفلة؟ لكن هل تتذكر ما حدث آخر مرة؟ لم يسمح لي الحارس بإدخال التسالي. كان ذلك محبطاً. تعكر مزاجي أكثر الآن. لا، في الواقع خطرت لي فكرة. هل لديك لوحة سهام كهذا؟ استخدم شريط لاصق مزدوج الوجه والصقه في المربعات الصغيرة. اغرب عن وجهي. الصق حلوى الجالي هنا، ستبدو بهذا الشكل في النهاية. تبدو شهية. طيفي، احضار الأكل ممنوع. أنت ثانية، هل أحضرت لعبتك معك؟ أنا ماهر في رمي السهام. شكرا يا صاح، نجحت الخطة. أهلا يا شباب، من يريد حلوى؟ انظروا، أليست رائعة؟ شارك الكنز يا كيفن. أنت محقة. هل ترين هذه اللافتة؟ ممنوع الأكل والشرب. لا، هذه الممرضة تصادر كل الوجبات الخفيفة. يا لها من لئيمة، تأخذ كل المأكولات الطيبة من الفتاة المسكينة. لحظة، خطرت لي فكرة. حسناً يا تويكس، ستأتي معي إلى المستشفى. سأدس الحلوى في جبيرة الرقبة. يمكنني وضع بضع حبات هنا. حسناً، لا مساحة للمزيد. يجب أن أتظاهر بأنني مصابة. هل تحملين معك أي طعام أو شراب؟ على الإطلاق مستحيل. بعد إذنك سأدخل جناح غرفتي. نجحت خطتي، أنا عبقرية. سأتناول حلوى M&M's كمكافأة لي. طيبة. لا أحد حولي. خذ خذ خذ. جيد، لم يرني أي أحد، صحيح؟ مرحبا، هل قابلت روبرت صديقي الفأر؟ من أين أتيت وما خطب لحيتك؟ أنت مجنون وتحتاج إلى حلاقة. أين وضعته؟ لا تقلق، وصلت المساعدة. ما الذي سأحلقه هنا؟ سأحلق هذا الشارب. اتركي شاربي في حاله. هناك، ليس أنا بل هو. حسناً، ودع هذه اللحية. لا، إنها جزء مني وتعجب روبرت. اتركيها. لن تتألم، دعني أعمل. لكن مهلاً، وجهي ناعم وسلس. لم انتهي بعد، انظر، معي هذه الكولا. لكن ادفع أولاً. نقود؟ حسناً، أحمل هذا المبلغ. كولا، لا تقلق يا روبرت، سأشاركها معك. اتصل بي عندما تنتهي، حسناً؟ توقف مكانك، يجب أن أفتش الحقيبة.
كما توقعت بالضبط. يمنع الأكل والشرب هنا. يمكنك حملها له حتى ينتهي. وداعاً. جيل آخر زمن. قوانين غبية. سأضعها في حقيبتي. ألا تزال تنظر؟ يبدو أنها غفت. سأتسلل بخفية وهدوء. وصل النوم يا آنسة. حسناً، أظن أني بأمان الآن. طبيب، شتت انتباهه عني. ممتاز، شكراً. أحتاج خطة بديلة بسرعة. طاقم المستشفى في كل مكان. على الأقل كانت تلك الفتاة لطيفة. واو، إنها حامل. بطنها كبيرة بمثل حجم حقيبتي تقريباً. أنا على وشك أن أصبح حاملاً مثلها. يجب أن أجري بعض الترتيبات هنا. تعالي هنا يا حقيبة الظهر. وأنا جاهزة الآن. حان وقت اختبار هذه البطنة. يجب أن أجعلها تبدو حقيقية. الشهر الأخير متعب جدا. مجرد مريضة أخرى. يا لك من طبيب ذكي. إنها نينا. نينا، هل تريدين إخباري بشيء؟ بطنك كبيرة. إنها لذيذة في الواقع. هل حشوتي خديك أيضاً؟ أجل، وهناك المزيد. أليس طفلي رائعاً؟ لقد هربته من أجلك. كل حلوياتك هنا. لا أعرف كيف كنت سأعيش بدون حلوياتي. لنبدأ الأكل. واو، أنت جميلة. أهلاً، أريد الصعود إلى الطائرة. أجل طبعاً، المعذرة. يجب أن أذكرك أن الأطعمة والمشروبات ممنوعة. هذه ليست أكياس رقائق بطاطا. إنها تبدو مثلها فقط. أنت تفهم قصدي. لكن كما ترين. هذا القانون. حسناً، صادرها إن كان الأمر بتلك الأهمية. إذن هل ستذهبين في إجازة أم تزورين أحداً؟ سأنصرف الآن. أنا مستعدة لصعود الطائرة. حسناً، دعيني أرى. تفضل، يمكنك تفتيش حقيبتي. يمكنك صعود الطائرة. شكراً، سأحظى بوقت ممتع. هذا مقعدي. إنها الفتاة التي صدر الموظف كل أكلها. ربما تحتاج إلى أحمر شفاء. المعذرة، هل تريدين هذا؟ معي أحمر شفاء، شكراً. كلا، راقبيني. هل تأكلين مكياجك؟ لا يمكن أكله. انظري، إنه ليس أحمر شفاء حقيقي. أحضرت وعاء شوكولاتة بيضاء وأضفت صبغة طعام. يجب تذويبها بالطبع. حالما أصبحت سائلة، تركتها تبرد. أحضرت علبة أحمر شفاء واستخدمت المشرط لإزالة أحمر الشفاء. الخطوة التالية سهلة. سكبت الشوكولاتة في العلبة لآخرها هكذا. بعد ذلك أعدت الغطاء. يبدو الآن مثل أحمر شفاه عادي، لكنه شوكولاتة في الواقع. مرحبا، كيف الحال؟ هل تريدين حلوى القطن؟ يا، فيها الكثير من السكر. أفضل الحفاظ على صحتي. سأحصل على جسم أحلامي. لهذا السبب لا أتناول سوى الأطعمة الخضراء والمشروبات الخضراء. يجب أن تجربيها. أنا؟ أفضل ألوان قوس قزح. أطعمة صفراء وبنية وكل الألوان الأخرى. ولا شيء يضاهي الحلوى الوردية. كلا، ألا تعرفين القواعد؟ لكني أشتهيها بشدة. لا يهم، يجب أن أذهب إلى الحصة. هذا محزن. يبدو أني سأتمرن على معدة فارغة. رائحة منعشة. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل،
لتعريب حلوى القطن، أخرج مزيل العرق واستبدله بالحلوى. أليست حيلة ماكرة؟ ورائحتها أحلى بكثير. حان وقت التمرن. واصلي. ثانية واحدة أرجوك. آسفة على التأخير. هيا تمرنا. أجل، حان وقت الأكل. أنا أتعرق كثيراً. يمكنك استخدامه. أنا أمزح، كل ما أحتاجه هو جرعة سكرية. إني أشعر بحرق الدهون. هذا التمرين ممتع. يبدو أن هذه الجرعة الصحيحة. انتظري، الأكل والشرب ممنوعان. هل معك أي شيء؟ قفي مكانك حتى أفحصك. لا أرى أي شيء. أوه يا، لماذا تحملين هذا الشيء معك؟ سأغادر الآن. أوه، لقد أتيت. هذا ما أشربه هنا، ماء. يمكنك شرب هذا بدلا منه. يا، ما مشكلتك؟ الماء أفضل. انظري، أنا أشربه. أوه، هذا مقزز. لا بأس، ثقي بي، ليس ما تعتقدين، إنه عصير تفاح، لكني وضعته في كوب العينة فارغ. وانظري، أحضرت واحداً لك أيضاً. أوه، فهمت، هذه فكرة ذكية. بالعافية. طعمه لذيذ. أنا في مزاج جيد للاحتفال. أهلاً بالحفلة. حقاً، أعكروا فرحتي بالحفلة. إلا إذا يمكنني إدخالها خلسة للحفلة. مهلاً، ألهمني هؤلاء الرجال بفكرة. أجل، نفدت الكريمة للأسف. اقرأ المكتوب على اللافتة. هذا ظلم. أوه يا آنسة، لك كل احترامي وتقديري. أخجلت تواضعي يا سيد. شكرا جزيلا، كان ذلك أسهل مما توقعت. يمكنني تناولها متى أردت. أنا مستعد للقمة ثانية. يا له من غريب أطوار. كأنهما مقارنة حية لما قبل وبعد. حسناً، حان دورك يا براين. هل تأكل شوكولاتة هنا؟ الأكل والشرب ممنوعان هنا. ستشكرك أسنانك لاحقاً. كانت الشوكولاتة ستخفف توتري من زيارة طبيب الأسنان. نعم، وصلت إلى مكتب الطبيب الآن. هل معك أي أكل؟ الإجابة لا. أنت محظوظ يا صاحبي. ماذا؟ يا لها من فكرة عبقرية. شكرا جزيلا. أعرف الآن سبب تواجدك هنا. أنا أقدم لك معروفا، صدقني. تجنب الحلويات لأسبوع يا براين. كيفن، إنه دورك. بقينا لوحدنا أيتها الشوكولاتة. غيرت رأيي. أعرف كيف أجعل الحصة أكثر متعة. يا بنت، أتريدين حلوى؟ لن يلاحظ الأستاذ حتى. من المؤكد أنه يتكلم كثيراً. ماذا؟ هل هو قادم؟ تصرفي بعفوية. أهلاً يا أستاذ، أرجوك إلا حلواي. هذا ظلم. لقية. صوفيا، لا أريد المجازفة. صوفيا، أنا جادة، لا أريد الوقوع في مشكلة. سأكلها أنا إذن. يجب أن أركز. لحظة، لماذا لم أفكر بها مسبقا؟ خطرت لي أفضل فكرة.
أحضر مقلمة كهذا، ثم حدد أطراف قاعها. حان وقت قص هذا الشكل. ضع بعض الغراء الساخن في منتصف الدائرة. من الأفضل رسم خط متعرج، ثم ألصق أقلامك بهذا الشكل. ممتاز! أحضر المقلمة الآن. حالما تضع حلوياتك بداخلها، غطها بتمويه الأقلام. هكذا. هل تريدين أكل أول حبة؟ الأزرق لونها المفضل. غطيها قبل أن يرانا المعلم. يا لنا من مكرتين! حان وقت الجولة الثانية.